بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وصلى الله على محمد وآل محمد النبي وذريته بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد النبي وذريته بسم الله الرحمن الرحيم روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن سيدة النساء العالمين عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت سيدة النساء العالمين عليه السلام أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام فقال السلام عليك يا سيدة النساء العالمين عليه السلام فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا بطاه من الضعف فقال يا سيدة النساء العالمين عليه السلام ايتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلى له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نام إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة إذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك وخاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا وسلام عليك يا من اختراه الله وتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء وأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن عليه السلام يا أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا سيدة النساء العالمين عليه السلام إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي عليه السلام تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا بطاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إنا هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي ويلمني ما يلمهم
ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم سيدة النساء العالمين عليه السلام وأبوها صلى الله عليه وآله وسلم وبعلها عليه السلام وبنوها عليه السلام فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد النبي وذريته فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام ضم الله فوزنا وفاز شيعتنا ورب القابة فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي عليه السلام والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وكزل حاجته فقال علي عليه السلام صلى الله فوزنا وسعيدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب القعبة اللهم صل على محمد وآل محمد نبي پانچ دفعہ درود پڑھے تھے فاتحہ پڑھو تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وآل محمد النبي وذريته اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقه وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد
اللهم بحق وليك علي المرتضى عليه السلام بلغ مولانا الامام الهادي المهدي قائما بامرك صلوات الله وعلى ابائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الارض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها ان امام والدي من الصلوات وزينه ارش الله مداد كلماته وعاصه علمه وعاتمه كتابه اللهم بحق ذكر بندان باق عليه السلام ذكر منظور مقبول فرما اللهم بحق چار دس معصومين السلام تمام مرحوم مرحومین دے درجات بلند فرما اللهم بحق چار دا معصومین السلام مل خصوص شاہ صاحب ریاض حسن شاہ صاحب دے مرحومین دے درجات بلند فرما اب ریاض حسن شاہ دے مرحومین دے درجات بلند فرما پیر سلطان احمد شاہ صاحب دے درجات بلند فرما بابا سید عبداللہ شاہ صاحب دے درجات بلند فرما تمام مرحومین دے گناہ نے صغیرہ کبیرہ ما فرما جنت الفردوس عطا فرما لوائے الحمد لوائے شبات سیدت نساء العالمین دسایا نصیب فرما اللہم بحق چار دا معصوم علیہ السلام آزاداری منظور و مقبول فرما اللہم بحق چار دا معصوم علیہ السلام تمام آزاداران امام صلی اللہ علیہ السلام دے گناہ نے صغیرہ کبیرہ ما فرما عرضی سماوی پریشانیاں دور فرما شرع دا شرع شیاطین و جنس کے محفوظ مامون فرما اللہم بحق ولی کالی المرتضی علیہ السلام خلصنا من النار وادخلنا في الجنة نور قلوبنا بنور وليك علي المرتضى عليه السلام طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وبطوننا من الحرام إنك تعلم خائنة العين وما تخفي الصدور واجعلنا لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين واجعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ارزقنا في الدنيا والآخرة زيارة الحسين عليه السلام وشفاعة الحسين عليه السلام اللهم لا أنقطع الحسين وأن صحابي